السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم الخميس 7 من شهر أكتوبر 2021. إذا نتوقع متابعينا أجواء قليلة الغيوم على المناطق الشمالية الغربية الوسطى وأيضا الشرقية، مع تساقط لأمطار خاصة في الفترة ما بعد الظهيرة إلى المساء، ستشمل ولاية الطارف وعنابة وسكيكدا وأيضا مناطق شمال قسنطينة شمال قالمة وشمال سقراص أمطار رفقة رياح قوية. تبقى الأجواء أيضا قليلة الغيوم على منطقة الصورة ومناطق وسط الصحراء وصافية مشمسة على باقي المناطق الصحراوية الأخرى. في الفترة المسائية تقريبا نفس الحالة ستميز المناطق الجزائرية. نذكر المتابعين بدرجة الحرارة القصوى المتوقعة ما بعد الظهيرة اليوم الخميس، سنسجل ما بين تقريبا 19 إلى 21 درجة على المناطق الشرقية، ما بين تقريبا 22 إلى 25 درجة على المناطق الوسطى والغربية إلى غاية المناطق الهضاب الغربية الوسطى والهضاب العليا الوسطى، في حين منطقة الصورة وشمال الصحراء والواحات ما بين 28 إلى ما يقارب 30 درجة. المناطق الجنوبية كأقصى حد على ولاية أدراس سنسجل 34 درجة، يعني أجواء ستكون منعشة خلال الفترة ما بعد الظهيرة وباردة خلال الفترة الليلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.